عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وانتم كتشاهدوا الفيديو اللي راه النهار. المهم هذا النهار نهار مورا الشتا ديال البارح، وعرفتوا سبحان الله عرفتوا دازت الشتا الليل كامل ونص نهار، والشتا كطيح في وسط النهار هكا بدات تبروري، دازت ديك التبروري سكتات عاوتاني واحد شويه، ايوا جات الثلج عرفتو الثلج سبحان الله العظيم، ولات دابا البلاد بيضاء، ولات بيضاء بالثلج سبحان الله العظيم. دازو ثلاثه ديال الانواع البارح، الشتا ها التبروري ها الثلج سبحان الخالق. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. يا المهم هاد الشيء اللي كاين، إوا اليوم قلت بلاتي ما حد كاين برد، عرفتو البرد ديال اليوم، البارح فاش كانت الشتا سخون الحال شوية، ولكن اليوم فاش خرجت الشمس والثلج كيدوب، الما كيسيح، الغيس، البرد، وعرفتو واحد البرد، يا سلام يا سلام. المهم إوا قلنا بلاتي ما حد كاين البرد، غادي نديرو اللوبيا وغادي نشاركها مع المتتبعين ديالنا. غادي نشوف الى باقي عندي شي فيديوهات ديال البارح نشاركهم معكم في الفيديو، باش تشوفوا الثلج وتشوفوا عرفتوا الواد، حتى الواد احمد نيت البارح. يا هو اللهم اغثنا غيثا نافعا، هذا الشيء اللي كان. يلا تبعوا معنا، تبعوا معايا الفيديو باش نمشيو نوجدوا الغداء ان شاء الله يا ربي. المهم انا اللي كتشوفوا جبت دابا هذا المطيشه واللوبيا هي رقدتها البارح بالليل، دابا غادي نحي هادو. هادو اللي تقاسو كنصبقوهم باش ما يضيعوش كاملين. هاد القنوالوط خلاص صاينا يلوت في المنظر، راه وقتها لوضاينا خلاص. هذا غادي غير تربي البصلة والمطيشة. ايوا دابا غنديرو الشحمة ونديرو العطرية، هاهي خرقوم التوماس كنجبير البزار، هادو لي كندير، هادي هي العطرية المعتمدة عندي. صافي غنمرق ليك دابا البطوط ديالنا بسم الله. الملحة مغديش نديرها حتى نشوف على حساب هاد الشحمة مالحة، يلا صافي ما عنديش ندير الملحه حتى نشوف، حتى نشوف ان شاء الله وندوقو عاوتاني. يلا الى خصات الى خصات هاد المليحه نزيدوها، ندير لها شويه ديال الزيت. يا ربي العفو بسم الله بارك عليها. صافي غادي نسدو عليها دابا حتى طيب ان شاء الله ومشاركه معكم. صراحه قلت غادي نهشي هاد البصله والمطيشه وشويه تقطع علينا الماء عاوتاني، قلت بلاتي غادي نزيد لها شوار، ما هو ما خليه نقطعها هكا بيدي بلا ما نزيدو الماء. كما كتشوفوا يا خوتي احنا درنا دابا الزيت سخن، وها هذا الخير ديال سيدي ربي، ها هو يوعد غادي نقلي غادي نطيبو. ايوا هنا كما كتشوفوا يا خوتي صافي بديت كنقلي داك الحوت، المهم راه خليته من داك الفيديو اللي وريتكم حتى اليوم عاد كتاب. ايوا حيت صراحه ما عرفت واش نلوحو واش ناكلو
وشويه قلت بلاتي هادي اول مره واخر مره غادي نقلي هاد الحوت غادي نشوفه. ايوا انا يا اختكم كنت كنقليها، كنيت كيف ما جبته من السوق هكا بهاد الشرائط هكا. قالت لي مرت خويا لا عاود قطعيهم باش يوليو رقاق. ايوا عاد بديت كنقطعهم. صراحه بغيت نخلي زعما الفيديو هكا كيما صورت، ولكن جاتني الصفاره ديال الكوكوط كتبرزط. ايوا صافي قلت بلاتي غادي نعاود ليه الصوت كيما كون خليته، راه غضحكوا فيا صافي. عرفتو كنديرو هكا كيتجمع، كنقول لهم علاش كيتجمع دابا هاد العجب. ايوا هادشي اللي كاين. المهم قليت هادو وخليت واحد شويه، انتما كتشوفوا غير كيتجمع بحال هكا بحال دابا هذا. عرفت سبحان الله العظيم تجمع واقيلا شارف بحال اللحم. الا درتي شي لحم كبير كديريه كيتجمع بحال هكا. ايوا حتى هاد الحوت واقيلا شرف. المهم انتما كتشوفوا هنا بديت كنقليهم هكا. ولكن ملي قالت لي صافي مرت خويا راه خصك تقطعيهم هكا يعيط لي ورقاقين، ايوا عاد قطعناهم عاوتاني وزدت حتى لهادو. ايوا المهم انتما كتشوفوا هاد العجب راه قريب يطيب صافي ونتغداو. شوفوا هاد العجب راه قليته. المهم المقله الاولى راه خليتهم غلاطين، ولكن دابا وليت قالت لي مرت خويا قطعهم هكا باش يولي ورقه. ايوا عاد قطعنا هادو شفتوا هادو يسليو مقطعه، حيت اختكم كما قلت لكم ما عمرني صراحه ما عمرني صايبت هاد الحوت. هانتوما ايوا صافي قالت لي قطعيهم باش يولي ورقاق هكا. ايوا صافي هانتوما صراحه ما عجبنيش ماشي كما كنشوفو. المهم هذيك المقله الاولى نيت راه درتها غليظه، ولكن ولات قطعتها عاوتاني. ايوا هانتوما ها هي انا ها الحوت. هانتوما كتشوفوا اللوبيه جات هي هذيك هاد. ايوا ها الحوت اللوبيه نديروها في الطاجين. ايه اللوبيه في الطاجين اخوتي. ايوا اللي شاف الطاجين يتسحب ليه دايره الطاجين بالخضره. ايوا يعني نحيدو الغطايه فوق الطبله يسحب ليهم واش دايرين الطاجين. هو ماشي مشكل. المهم راه شعلت على الطاجين باش يسخن باش ما تبرد لينا الغديوه ديالنا. المهم انتم كتشوفوا الغديوه ديالنا يا سلام غديوه شعبيه ديال هاد البرد. ايوا اللهم ادي معني عما وحفظها من الزوال. مع الغديوه ديالنا وجدات ها اللوبيا صافي حطينا الطاجين. دابا غادي نعطي لامي تذوق هاد الحوت وتقول لنا زعما ردت نشوفوا ردت الفعل ديالها. هاس يما ترمضه سي بسم الله تزرق ما تتغويت بسم الله غادي وبطاطا يا هي هو وين بسم الله انت يلا بسم الله تزغوا وبطاطا يا هو سي احلامي دي خو بطاطا اوبس يسي حلا يقدي وغمسمي دي خو وريخي يمي في السرديل صراحة وري اللي ما يلي في السرديل واخا داوت السرديل يغلو يا يغلو انت 340 في السوق هادي يا السلدي غادي لنا يوسف. ايوا المهم هانتوما كتشوفو كستا هانتوما هاد اللوبيا ديالنا اللهم اديمها نعمة واحفظها من الزوال. المهم من بعد ما تغدينا قلت لقيت هاد الفيديوهات باقين عندي وغادي نشاركهم معكم ديال الشتاء. هنايا البارح راه الشتاء اللي كطيح هنايا في هاد الوقيته هنا كطيح الشتاء. شوفوا الماء سبحان الله العظيم كيجري في الارض. ومن بعد هاد الماء شوفوا الماء سبحان الله العظيم. ايوا هنا بدات الثلج يلاه بدات الثلج كيطيح شويه بشويه. المهم غادي نخليكم دابا مع الفيديو والسلام عليكم.